فين اختفى فولدمورت بعد هزيمته الأولى؟ وإزاي رجع؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل عن محاولة فولدمورت قتل هاري بوتر لخوفه من تحقق النبوءة اللي تنبئت بها الأستاذة تريلوني بمولد طفل هيكون قادر على هزيمة اللورد المظلم نهائيا. اختار فولدمورت هاري بوتر واعتبره هو المقصود بالنبوءة، وراح لبيت عيلة بوتر في جودريكس هولو، وبالفعل نجح في قتل جيمس وليلي بوتر. لكن بسبب تضحية ليلي وسحر الحب، لما حاول يقتل هاري ارتدت عليه تعويذة القتل ودمرت جسمه تماما، وفضلت روحه هايمة بدون جسد زي الطيف. وباختفاء فولدمورت انتهت حرب الصحراء الأولى، واتقبض على كتير من أكلة الموت، وجزء منهم ادعى أنه كان تحت تأثير تعويذة التحكم، ورجعوا تاني لمكانتهم السابقة في العالم السحري. لكن يا ترى ايه اللي حصل لفولدمورت بالظبط؟ فولدمورت صنع 6 هوركروكس عشان يهرب من الموت، وتفضل روحه متعلقة بالدنيا مهما حصل لجسمه. لما تعويذة القتل ارتدت عليه دمرت جسمه، واصبح روح هايمة طيف اقل من شبح. خاف فولدمورت من وصول كشافين وزارة السحر وأعضاء جماعة العنقاء لبيت عيلة بوتر، وساعتها كانوا هيقضوا عليه بمنتهى السهولة، لأنه فقد كل قواه السحرية بفقدانه الجسم، وأصبح عاجز عن استخدام عصايته السحرية. اتسللت روح فولدمورت بسرعة، وقدرت توصل للغابة المظلمة في ألبانيا، نفس المكان اللي سافر له من سنين، ولقى فيه تاج روينا ريفنكلو اللي حوله بعد كده الهوركروكس. فولدمورت استخبى في الغابة دي في انتظار ان أكلة الموت يدوروا عليه ويوصلوا له عشان يساعدوه على استعادة جسمه وقواه السحرية اللي فقدها كلها، ما عدا قوة واحدة بس، هي قوة الاستحواذ، واللي استخدمها في الاستحواذ على أجسام الحيوانات الموجودة في الغابة وخصوصا التعابين. لكن استحواذه على أجساد الحيوانات كان بيسبب لها الضعف والمرض وبيخليها تموت بسرعة جدا، وبالتالي يضطر فولدمورت للانتقال لحيوان جديد. الاستحواذ على أجساد الحيوانات ما كانش مرضي للورد المظلم، لأنه فضل عاجز وضعيف وغير قادر على استخدام السحر، لأن الحيوانات طبعا غير قادرة على ممارسة السحر أو الإمساك بالعصا السحرية. وفي نفس الوقت فولدمورت ما كانش يقدر يغامر ويخرج لعالم البشر سواء السحر أو العامة ويستحوذ على جسم إنسان، لأنه كان عارف إن أكيد العالم السحري كله ووزارة السحر وأعضاء جماعة العنقاء بيدوروا عليه وفي انتظار أي إشارة تدل على وجوده، وبالتالي ما كانش قدامه غير إنه ينتظر أكلة الموت يعصروا عليه. أكلة الموت في الوقت ده كانوا على 3 أقسام. أول قسم كان شايف إن فولدمورت أكيد مات وإن ده السبب الوحيد الممكن لاختفائه. والقسم الثاني، واللي كان منهم على سبيل المثال لوسيوس مالفوي وجايلو كراب ومكنير، كان بيشك إن فولدمورت ممكن يكون لسه حي لكنه ضعيف، وهم أجبن من إنهم يدوروا عليه ويواجهوا العالم السحري في حين إن فولدمورت مش قوي عشان يحميهم. وكان كل همهم الاندماج في العالم السحري تاني ونفي تهمة إنهم كانوا من أكلة الموت، لكن في نفس الوقت عندهم استعداد يرجعوا تاني لجانب فولدمورت لو ظهر ورجع قوي زي الأول. القسم الثالث كان الأشد ولاء لفولدمورت، زي بيلا تريكس ورودل فلسترينج وبارت كراوتش جونيور، ودول كانوا مؤمنين تماماً إن استحالة اللورد المظلم يموت، وإنه أكيد موجود في مكان ومحتاج مساعدتهم عشان يرجع تاني أقوى من الأول. وبالفعل بدأوا يدوروا عليه وعن أي معلومة توصلهم لمكانه، ولما شكوا إن كشافين وزارة السحر وأعضاء جماعة العنقاء فرانك وأليس لونج بوتوم ممكن يكون عندهم معلومات مخبيينها عن مكان فولدمورت أو حالته، مسكوهم وعذبوهم بتعويذة كروشتيوس المحرمة مرات كتيرة ومتواصلة، لدرجة إنهم فقدوا عقلهم من شدة التعذيب، وتم وضعهم في مستشفى سانت مونجوس للأمراض والإصابات السحرية لبقية حياتهم. أما بيلاتريكس ورودل فلسترينج وبارت كراوتش الإبن، فتم القبض عليهم ومحاكمتهم والحكم عليهم بالحبس في أسكابان مدى الحياة. والآخر لحظة من المحاكمة وبعد نطق الحكم كانوا بيعلنوا ولائهم لفولدمورت وإنه أكيد هيرجع.
وبكده اضطر فولدمورت يفضل مستخبي حوالي 10 سنين في الغابة الألبانية، يستحوذ على أجساد الحيوانات وينتظر أكلة الموت. العالم السحري كمان كان زي أكلة الموت، منقسم حوالين نهاية فولدمورت. فيه اللي كان شايف إن فولدمورت خلاص انتهى ومش هيرجع تاني، وفيه اللي زي هاجريد شايف إنه ما ماتش لأنه ما كانش إنسان كفاية عشان يموت زي البشر، وفيه دامبلدور اللي كان عارف ومتأكد إن الحكاية لسه ما انتهتش وإن فولدمورت لسه موجود، بس هو أضعف من إنه يرجع دلوقتي، لكنه أكيد هيدور على طريقة يقدر يرجع بيها تاني. وبدأ ينشر الفكرة بين السحرة ويحذرهم، ويحاول كمان إنه يمنع فولدمورت من الوصول لأي شيء يساعده على الرجوع، زي مثلا حجر الفيلسوف اللي كان بيستخدمه صديقه الكيميائي نيكولاس فلاميل لتصنيع إكسير الحياة اللي بيبعد شبح الموت عن أي شخص يشربه باستمرار. أقنع دامبلدور نيكولاس فلاميل إنه يحتفظ بحجر الفيلسوف في خزنة مشددة الحراسة جوه بنك جرينجوتس عشان يحميه من فولدمورت وأتباعه. في سنة 1990 الأستاذ كيوريان سكويرل، أستاذ دراسات العامة في هوجرت، أخذ سنة أجازة من التدريس. السبب الظاهر للأجازة دي كان إنه يكتسب خبرة عملية ويتعرف على المخلوقات السحرية المختلفة ويكتشف العالم السحري، لكن السبب الحقيقي كان البحث عن فولدمورت. كويرل كان عايز يلاقي فولدمورت ويكون له السبق والمجد ويخلد اسمه في عالم السحرة ويوقف الناس اللي كانت بتضحك على عصبيته وتأتأته عند حدهم، ده طبعا لو قدر يتغلب على فولدمورت ويسلمه لوزارة السحر، ولو ما قدرش يتغلب عليه بيبقى يتبعه ويتعلم منه أسرار وفنون السحر الأسود ويبقى ساحر قوي والكل يخاف منه ويحترمه. كويرل كان ساحر كويس وذكي جدا، والدليل على كده إنه قدر فعلا يوصل لمكان فولدمورت في ألبانيا، لكن مع ضعف فولدمورت كان كويرل أضعف من إنه يتغلب عليه واختار إنه يكون تابع ليه. ولما عرف فولدمورت إن كويرل بيشتغل مدرس في هوجرتس قدر يقنعه إنه يلتصق بيه زي الكائن الطفيلي ويرجع معاه لهوجرتس ويساعده في الحصول على حجر الفيلسوف. وعشان يخبي وجه فولدمورت الملتصق براسه من الخلف لبس كويرل عمامة ضخمة وما كانش بيقلعها خالص، وقال إنها هدية من أمير إفريقي مكافأة له لقضائه على زومبي، بس الناس كانت بتقول إنها مليانة توم عشان تطرد مصاص دماء قبله في ألبانيا وخايف يجي وراهنا. بالرغم من إن كويرل كان طول عمره شخصية غريبة وغير واثقة في نفسها، لكن بعد عودته مع فولدمورت زادت غرابته وتأتأته وعصبيته، وانتشرت إشاعات عن مصاص الدماء والساحرة الشريرة اللي قابلهم في سفريته والمشاكل اللي وقع فيها وإزاي أثر كل ده عليه. في سنة 1991، نفس السنة اللي دخل فيها هاري بوتر مدرسة هوجرتس، رجع فولدمورت مع كويرل لبريطانيا، وقبل بداية العام الدراسي بشهر راح كويرل عشان يسرق حجر الفيلسوف من بنك جرينجوتس، لكن روبيوس هاجريد اللي كان في اليوم ده بيساعد هاري بوتر إنه يشتري مستلزمات المدرسة وصل قبل كويرل لجرينجوتس بأمر من دامبلدور وأخذ حجر الفيلسوف من الخزنة 713 في بنك جرينجوتس عشان يتم الاحتفاظ بيه في هوجرتس تحت عين دامبلدور، وتعاويذ وتدابير حماية قوية جدا اشترك في صنعها سنيب وماكونيجل ودامبلدور مع هاجر اللي قدم لهم كلب ذو الثلاث رؤوس عشان يحمي مدخل الغرفة اللي فيها الحجر. مع فشل كويرل في الحصول على حجر الفيلسوف قبل نقله، دخل فولدمورت معاه لهوجرتس وقدروا يعرفوا المكان اللي أخفى فيه دامبلدور حجر الفيلسوف، وبدأ محاولتهم للحصول عليه والقتل هاري بوتر. أول محاولة للحصول على الحجر كانت يوم الهالوين لما كويرل سمح لترول إنه يدخل المدرسة عشان الكل ينشغل بمطاردته ويقدر هو يتسلل ويسرق الحجر، لكن سيفروس سنيب اللي كان بيشك في نوايا كويرل لسرقة الحجر راقبه ومنعه من الوصول إليه. حاول كويرل قتل هاري بوتر أكتر من مرة، أولهم لما لعن المكنسة السحرية بتاعته في أول ماتش كويدتش يلعبه عشان يقع من عليها، لكن سنيب حاول ينقذه بالتعويذة المضادة، بس هيرمايوني جرينجر لما شافته بيحرك شفايفه وبيركز نظره على هاري افتكرت إنه هو اللي بيلعن المكنسة وأشعلت النار في طرف عبايته عشان تمنعه،
واتخبطت في كويري، فقطعت تركيزه البصري عن هاري وفشلت محاولة القتل الأولى. تاني محاولة لقتل هاري كانت في الغابة المحرمة أثناء عقابه هو ودريكو مالفوي وخروجهم مع هاجريد للغابة المحرمة للبحث عن قاتل حيوان وحيد القرن. كان استحواذ فولدمورت على جسم كويريل بيضعفه وكان هيؤدي إلى موته، وعشان كده أمر فولدمورت إنه يتغذى على دماء وحيد القرن اللي ليها قوة سحرية وشفائية قوية جدا وفريدة من نوعها، لكنها في نفس الوقت بتلعن اللي بيستخدمها من أول ما تلمس شفايفه. في ليلة دخول هاري ودريكو للغابة المحرمة كان كويريل هناك بيتغذى على دم وحيد القرن، وكان على وشك يقتل هاري لولا أنقذ القنطور فيرنز. قدر كويريل إنه يخدع هاجريد ويعرف منه الطريقة الوحيدة للسيطرة على فلافي الكلب ذو الثلاث رؤوس اللي بيحمي حجر الفيلسوف، وهي الموسيقى لأنها بتخليه يهدى وينام. قبل نهاية العام الدراسي بأيام قليلة بعت كويريل بومة بجواب مزيف لدامبلدور يقول له إنه مطلوب حالا في لندن في وزارة السحر. وبعد رحيل دامبلدور اتسلل للممر الممنوع في الدور التالت وسحر الآلة الموسيقية، فعزفت الموسيقى بدون توقف وفضل فلافي نايم طول ما هي بتعزف. تخطى كويريل دفاعات ماكونجل وسنيب ووصل للحجرة اللي فيها مراية إيريسيل. وقف قدام المراية وشاف نفسه ماسك الحجر في إيديه، لكنه معرفش يوصله إزاي. في الوقت ده وصل هاري بوتر اللي كان فاكر انه بيحمي حجر الفيلسوف من سنيب، وذهل لما عرف ان كويريل هو اللي بيسعى لسرقة الحجر وان هو اللي حاول قتله اكتر من مرة. امر فولدمورت كويريل انه يوقف هاري قدام مراية إيريسيل، وشاف هاري نفسه ماسك الحجر وبعدين حس بيه جوه جيبه فعلا، لان اخر دفاعات دامبلدور كانت ان الشخص اللي بيدور على الحجر لكنه مش هيستخدمه هو بس اللي هيلاقيه. كذب هاري على كويريل في اللي شافه في المراية، لكن فولدمورت عرف انه بيكذب وامر كويريل انه يشيل العمة ويخليه يواجه هاري وحاول يغريه عشان يسلم الحجر، لكن هاري رفض. حاول كويريل يمسكه وياخد منه الحجر بالعافية، لكن اول ما هاري لمسه ايده اتحرقت، فانتهز هاري الفرصة ومسك وش كويريل بايديه الاتنين وبدأ كويريل في التحول لتراب. لكن فولدمورت قدر يخرج من جسمه قبل ما يموت ورجع تاني طيف ضعيف جدا، يمكن أضعف من الأول، ورجع يعيش في غابات ألبانيا ويستحوذ على أجساد الحيوانات في انتظار إن تابع مطيع تاني يقدر يوصله. في السنة التانية من وجود هاري بوتر في هوجرتس كان فولدمورت هيرجع تاني لجسمه المادي عن طريق مذكرات توم ريدل اللي خباها لوسيوس مالفوي في كتب جيني ويزلي، واللي قدرت تسيطر على جيني وتخليها تفتح غرفة الأسرار وتطلق وحش البازيلسك. وتكلمنا بالتفصيل قبل كده في حلقة الهوركروكس عن فتح غرفة الأسرار والبازيلسك ومذكرات توم ريدل، وإزاي قدر هاري بوتر يقتل البازيلسك بسيف جودريك جريفندور ويطعن المذكرات بنابل البازيلسك ويدمرها ويمنع رجوع فولدمورت وينقذ جيني ويزلي من الموت. في السنة الثالثة لهاري في هوجرتس ما حصلش أي محاولات لعودة فولدمورت. اللورد المظلم كان لسه مستخبي في غابات ألمانيا وحيد وضعيف ومحدش من أكلة الموت بيدور عليه. لكن حصل حاجة مهمة جدا في السنة دي هيكون لها تأثير كبير ومباشر على عودة فولدمورت لقوته الكاملة. زي ما قلنا قبل كده في حلقة النبوءة وسقوط فولدمورت، سيريوس بلاك كان متهم بخيانة عيلة بوتر وتسليمهم لفولدمورت وقتل صديقهم بيتر بيتجرو مع 12 من العامة، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في أزكابان. بس الحقيقة إن بيتر بيتجرو هو الخائن، ولأنه أنيمجوس غير مسجل ومحدش غير جيمس وسيريوس ولوبين يعرف إنه بيقدر يتحول لفار، فهو تحول لفار وقطع صبعه وزيف موته عشان يبعد عنه شبهة الخيانة ويهرب كمان من أكلة الموت اللي كانوا شايفين إنه خانهم وإنه السبب في هزيمة فولدمورت. عاش بيتر بيتجرو على شكل فار لمدة 12 سنة كحيوان أليف لبيرسي ويزلي ومن بعده رون ويزلي، وأطلقوا عليه اسم سكابرز.
لكن نقطة تحول الأحداث كانت رحلة لمصر راحتها عائلة ويزلي، وتصوروا صورة جماعية ظهر فيها سكابرز، ونزلت الصورة في جريدة المتنبئ اليومي اللي أخدها معاه وزير السحر كورنيليوس فادج في جولته التفقدية لسجن أزكابان، ولما طلبها منه سيريوس بلاك ادهاله. سيريوس بلاك شاف صورة عيلة ويزلي وعرف سكابرز في الحال، ولأنه هو كمان أنيموجوس غير مسجل بيتحول لكلب، قدر بتحوله وجسمه الضعيف من سوء التغذية إنه يتسلل من قضبان زنزانته ويهرب من سجن أزكابان، ويبقى أول حالة مسجلة في التاريخ لهروب سجين من أزكابان. سيريوس قدر بعد محاولات كتير إنه يقبض على بيتر بيتجرو في شكل الفار، لكن هاري بوتر منعه من قتله وكان عايز يسلمه لوزارة السحر عشان يتحاكم، وده ادى فرصة ذهبية للهروب تاني والاختفاء تماما عن العيون. بعد هروب بيتجرو أصبحت حياته مهددة من كل اتجاه، وخصوصا في وجود سيريوس اللي أكيد هيدور عليه تاني ومش هيسيبه. ما كانش قدامه غير طريقة واحدة للنجاة، إنه يلاقي فولدمورت ويساعده يرجع تاني عشان يضمن حمايته. سافر بيتر بيتجرو في شكله الأنيموجوس، ولما وصل لغابات ألبانيا عرف من الفيران اللي عايشين هناك إن في مكان في الغابة عايش فيه ظل أسود بيستحوذ على الحيوانات ويقتلها، وفكر إن ده ممكن يكون فولدمورت، فقرر يروح للمكان ده. في طريقه للمكان الموجود فيه اللورد المظلم، وقف بيتر بيتجرو بشكله البشري عند نزل صغير عشان ياكل ويرتاح شوية من تعب السفر، وهناك قابل بيرثا جوركنز الموظفة في وزارة السحر واللي كانت عارفة بيتر كويس، وزيها زي كل العالم السحري عارفة إن سيريوس بلاك قتله. أقنعها بيتر إنها تتمشى معاه شوية في الغابة القريبة عشان يشرح لها الحكاية، وهناك اتغلب عليها وأخدها معاه وقدمها هدية لفولدمورت اللي مارس عليها قدرته على الليجليمنسي، وعذبها بتعويذ كتيرة جدا عشان يطلع منها كل المعلومات المهمة بصفتها موظفة في وزارة السحر. لكنه تفاجئ إن في حد ألقى عليها سحر ذاكرة قوي جدا لإخفاء جزء من ذاكرتها. نجح فولدمورت في كسر سحر الذاكرة، وعرف إن اللي عمله بارتي كراوتش الأب عشان يمنعها من إفشاء سر خطير جدا بيهدد مستقبله وحياته كلها. قلنا قبل شوية إن بارتي كراوتش الابن كان من أكلة الموت شديد الولاء لفولدمورت، وبعد اختفائه حاول مع بيلا تريكس ورودلف لسترينج إنهم يلاقوه، وعذبوا أليس وفرانك لونج بوتوم لحد الجنون وتقدموا للمحاكمة. بارتي كراوتش الأب كان رئيس المحكمة اللي بتحاكم ابنه، لكنه كان ضد فولدمورت وبيحارب السحر الأسود، وحكم على ابنه بالسجن في أزكابان مدى الحياة. والدة بارتي الابن ما استحملتش اللي حصل وتعبت جدا، وقبل ما تموت طلبت من زوجها إنه ياخدها تشوف ابنها في أزكابان، واتفقت معاه إنها تتنكر في شكل بارتي الابن عن طريق وصفة البوليجوس وتفضل مكانه في أزكابان وهو يرجع مع أبوه للبيت. وبالفعل قدر بارتي كراوتش الأب بمساعدة زوجته إنه يهرب ابنه من أزكابان، وبعد فترة بسيطة ماتت الزوجة في السجن، وافتكر العالم السحري إن اللي مات هو بارتي الابن، وزي في بارتي الأب حدث تموت لزوجته عشان يبرر اختفائها. لسنين طويلة حبس بارتي كراوتش ابنه في البيت تحت تأثير تعويذة التحكم إمبيريوس كيرس، وأجبره يلبس عباية تخفي بشكل دائم، وسابه تحت رعاية قزمة المنزل وينكي. في مرة من المرات راحت بيرثا جوركنز البيت بارتي كراوتش الأب عشان تمضي بعض الأوراق الخاصة بالشغل في وزارة السحر، واكتشفت وجود بارتي الابن. فقام بارتي كراوتش الأب بإلقاء سحر ذاكرة قوي جدا عليها عشان يمنعها من إفشاء سره. ده كان السر الخطير اللي عرفه فولدمورت لما كسر تعويذة الذاكرة عن عقل بيرثا جوركنز، وعرف منها كمان إن دورة السحر الثلاثية هتقام السنة دي في هوجرتس، وإن دامبلدور أقنع الكشاف السابق أليستر مودي الشهير باسم ماد آي مودي بإنه يدرس مادة الدفاع ضد فنون السحر الأسود في هوجرتس. بعد ما عرف فولدمورت كل المعلومات اللي بتملكها بيرثا جوركنز، كان عقلها وجسمها أصابهم ضرر كبير جدا من التعويذ اللي استخدمها فولدمورت عليها،
فقتلها فولدمورت واستخدم حادثة قتلها لتحويل تعبان ناجيني للهوركروكس الأخير. فولدمورت كان متأكد إن دامبلدور أكيد حطم حجر الفيلسوف عشان يقضي على أي فرصة له في الرجوع والحصول على جسم جديد، فقرر إنه يلجأ لوصفة قديمة وقوية جداً من وصفات السحر الأسود عشان يصنع جسمه الجديد. لكن الوصفة دي كانت محتاجة مكونات صعبة جداً مش موجودة غير في بريطانيا. الوصفة كانت محتاجة عظمة من الأب ودم من العدو يتاخد بالقوة ولحم من الخادم يتقدم كتضحية برضاه. طبعاً لحم الخادم هيقدمه بيتر بسهولة، لكن عظم الأب هناك في قبره في ليتل هانجلتون في بريطانيا. وبالرغم من إن دم العدو كان ممكن يكون من أي عدو من أعداء فولدمورت الكتير جداً، وبالفعل عرض عليه بيتر إنه يقبض على أي ساحر من أعدائه وياخده دمه، لكن فولدمورت رفض وأصر إن الدم يكون دم هاري بوتر بالذات. لكن ليه هاري بوتر بالذات؟ ليه بيصعبها على نفسه أوي كده؟ فولدمورت كان عايز ينهي أسطورة هاري بوتر الطفل اللي نجا من الموت وكان السبب في هزيمة سيد الظلام، ويثبت للعالم السحري إن دي كانت مجرد صدفة ومفيش حد أبداً أقوى منه. وكان كمان عايز يستفيد من سحر الحماية اللي في دم هاري ويتشارك معاه فيه ويكسر تعويذة الحماية اللي بتمنعه من لمس هاري أو إنه يسبب له أي ضرر. طبعاً لما دم هاري يجري في عروقه هيقدر يلمسه من غير ما يحصل له أي ضرر زي ما حصل لكويرل قبل كده. لكن عشان ده كله يحصل لازم فولدمورت يرجع بريطانيا الأول. بيتر بيتجرو ساعد فولدمورت في صنع جسد بدائي صغير باستخدام السحر الأسود ودم اليونيكور وسم ناجيني عشان روحه تسكنه بدل الاستحواذ على أجسام الحيوانات، ويقدر من خلاله يمارس بعض من سحره اللي ما كانش بيقدر يمارسه وهو في أجسام الحيوانات. لكنه كان جسد ضعيف جداً محتاج المساعدة في كل خطوة، ومحتاج إن بيتر ياخد من سم ناجيني ودم اليونيكور ويغذيه يومياً عشان يحافظ على وجود الجسم ده. فضل فولدمورت صناعة الجسد الضعيف ده على إنه يستحوذ على جسم بيتر ويتنقل من خلاله، لأن العالم السحري كله يعرف إن بيتر مات وظهوره هيجذب الانتباه وممكن يتسبب في فشل كل خططه. أخذ بيتر فولدمورت ورجعوا لبريطانيا تاني واستقروا في بيت عيلة ريدل القديم في ليتل هانجلتون، وبدأوا في التحضير لعودة اللورد فولدمورت سيد الظلام، وده اللي هنشوفه بالتفصيل في الحلقة الجايه.